السلام عليكم اخوان، تحية لكم جميعا اينما كنتم. هاد فيديو بغيت نديروه غير باش نشرحوا فيه بعض الاشياء مرتبطة بهاد الفيديوهات الاخرى اللي كنت درت، وباش نعطي واحد الجرعة ديال التفاؤل للشباب، وميم طون جاوبوا على بعض التعليقات اللي كنلقاها في سميتو في الفيديوهات ديالي على القناه ديالي اليوتيوب. دونك باش نكونوا واضحين، بالنسبه لينا حنا كمغاربه خصنا نوعوا واحد المساله اللي هي ضروريه، وان المملكه الشريفه او المملكه المغربيه الشريفه الضاربه في التاريخ، وبعد كنقولوها ماشي بحال شي وحدين كيقول لك قوة ضاربة وهي راه ما عندهاش حتى 100 عام. بالنسبة لنا حنا كمملكة المغربية الشريفة اللي هي عندها تاريخ، وحنا إلى رجعنا التاريخ غنلقاو بأن المملكة المغربية كتعرض لهجومات منذ الأزل، منذ القديم وهي كتعرض لهجمات، وكاين واحد الحقد. علاش؟ حقد على الموقع الجغرافي اللي كاين في المغرب، وحقد على النظام الملكي اللي قدر واستطاع انه يقاوم جميع التدخلات الاجنبيه، لان كانت الهدف منهم هو زعزعه النظام وزعزعه الاستقرار وخلق في المغرب دويلات صغيره باش يبقى العالم كله كيتحكم في هذاك في الموقع الجغرافي اللي هو موقع استراتيجي. كما تعرفوا جنوب الشمال افريقيا، جوج ديال البحور، المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط. هذا جعل ان جميع الدول كتحسد وكتشعر بالحقد والضيق ناحيه هذه الدوله، الشيء اللي خلى ان هذه البلاد عندنا كتعرض لعدة هجومات من طرف بعض الدول سواء أوروبية أو الدول العربية. وهذا الحقد راه حقد دفين. إلى رجعنا للتاريخ غنلقاو بأن المملكة المغربية هي المملكة الوحيدة اللي ما قدرتش الدولة العثمانية تدخل لها، وهذا بحد ذاته خلق واحد الإشكال عند الدول العربية، لان هو الاعتراك الى رجعت التاريخ ان اكتسحت الجمال الافريقي كامل الا المغرب استعصى عليها ان تدخل ليه. ولا رجعتوا غير شويه للتاريخ في معركه الرمال وامقالة واحد وامقالة جوج اللي كانت مع الجزائر، راه المغرب ما قاومش فيها اي جزائر، راه قاوم في المعسكر الشرقي كامل. راه كان هناك دعم من كوبا، كان دعم من الاتحاد السوفيتي، كان دعم من مصر. راه الى رجعتوا للتاريخ غتلقاو حسني مبارك راه كان ربان طائره، راه كان طيار حربي، وراه تعتقل في المغرب، وراه الملك رحمه الله المغفور له الحسن الثاني راه هزو مداه معاه في الطائره وفاجئ به رئيس ديال مصر عند نزوله من المطار وقدموا لي قال لي هانت فوالا شوف الخيانه ديالكم في الكينه. هاد الشيء اللي كنقول دابا راه دليل على ان راه نحن حقد دفين. نعطيكم امثله بسيطه، راه كتشوفوا دابا قطر مره شنو كدير. شوف قطر رغم ان وقت الحصار شكون اللي فك على الحصار؟ هو الملك محمد السادس نصره الله، ودخل مشى زارهم وقدم معه ناس بعد كانوا داروا على الحصار، ورغم ذلك كتشوفها كتنكر. شوفوا الجزيره، قناه الجزيره شنو كدير؟ مرة كتدير وتتخلق المناورات. واش كيحسب لكم بان ديك القناة الجزيرة زعما هي حرة دير ما بغات؟ راه هناك دولة عميقة. دولة عميقة اللي كتسير اللي كتسير، راه ما يمكنش غادي تكون قناة غتخرج ودير داك الشيء بوحدها بدون محاسبة. والناس اللي كتكلم على الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير، راه دابا خير دليل بان لكم دابا في فرنسا فما كاينش في العالم شي يسمى الديمقراطيه. كاينه مصالح اقتصاديه وكاينه مصالح سياسيه كترعاها الدول العميقه في جميع دول العالم كيف ما كانت. بعد كتكون الامور هانيه راه كيرفعوا الشعارات،
ولكن بعد كتكون مصلحه سياسيه واقتصاديه هذاك الشعارات كلها كتمشي لسله المهملات وكيبان داك الوجه الحقيقي ديال الدول. لذلك كنبغي نوجه نداء لهاد الشباب باش حنا خصنا كمواطنين نكونوا واحد الكتله، واحد جبهه داخليه ضد اي متدخلين، ووقفوا بمرصاد لهاد الناس. راه شوفوا دابا تحرشات ومناورات اللي دارت علينا فرنسا. شوف تونس، تونس نهار وقع فيها مشكل ديال الارهاب وكل شيء هرب منها مشى ليها الملك نصر الله محمد السادس، ودار زياره في الشارع باش يبرهن العالم بان ما كاينش هناك ارهاب وباش يدعم الاقتصاد ديالها السياحي. لاحظوا مؤخرا شنو دارت. ما يغركمش دوك الناس اللي كيتكلموا بطريقه زوينه على المغرب، كاين قله قليله لكن العمق، حيت حنا ما يهمنا هو الموقف الرسمي. يجي واحد يقول لك هذا كله هذاك كذوب، لان كيف ما قلنا ما لا يهمنا سيف المواقف الرسميه، المهم هو هذيك المواقف الشعبيه وحق انا خوتي وهذه ما تنفعناش، لان ما قضيتنا حنا عندنا قضيه ديال الصحراء، قضيه الوحده الترابيه. وبالتالي هذيك كلمه خويا وخوتي واختي وخوتنا وحنا عرب كل ما عندنا ما نديرو بها، اللي مهم عندنا هو ديك المواقف الرسميه. حيت كنقول المواقف الرسميه هي مواقف الدوله العميقه. الدول ما فيهاش بيض كحل، كاين بيض ولا كحل، باردون ماشي ما كاينش ما بين البيض والكحل، يا اما معانا يا اما ضدنا، وهذا هو اللي مهم، وهذا هو الميساج اللي بغيت نبلغ لكم خوتي. تعرفوا بان راه المناورات كثيره، كاينه مناورات من الداخل ومن الخارج، واخر الكلام عاشت المملكه المغربيه الشريفه ولا عاش من خانها، والصحراء المغربيه رغم كيد الحاقدين. والسلام عليكم.